دلوقتي يا جماعة هتشوفوا فيديو معجزة في الأسعار. احنا موجودين دلوقتي في محل اتش اند ان او محل فيمي. موجود فين بقى؟ هقول لكم العنوان وكل حاجة دلوقتي، بس تعالوا نشوفوا ايه يا ترى المعجزة اللي حصلت في الأسعار عندهم النهاردة، ونزل خصم كبير وصل ل 80% على كل اللبس اللي موجود. انا استاذ عبده. ازيك استاذ عبده؟ ازيك. عايزين بقى نقول لهم ايه الإدارة بلغت بايه فجأة كده؟ عندنا اي شميز هنا، اي تيشيرت عامل 250 جنيه. بصوا يا جماعه، التيشيرتات التوكيلات دي نزلت معاكم في خصم اي تيشيرت او اي شميز ب 250 جنيه. اللي يلحق يا جماعه. عبده كان بيقول للبنات جوه اتصلوا على اخواتكم بسرعه يجوا يلحقوا. بصوا يا جماعه، الحاجات دي كانت 500 و600، اي قطعه نزلت في الخصم 250 جنيه. بصوا التحف مقاسات خاصه، نفس السعر نفس السعر 250، كان 600. ماشي يا جماعة، كان 600 جنيه هيبقى 250 جنيه، 4 XL. تحف. بصوا الألوان، الحق يا جماعة. بص ده أنا كنت واخدة واحد منه. ده بكام؟ ده 250. ياه، بصوا يا جماعة وريني الأسود بتاعه. تحف يا جماعة، خامة غسيل ولبس والله عن تجربة. 250 جنيه أي قطعة. بصوا الموديلات، اعملوا منشن بقى للشباب والرجالة كده يستفيدوا، لأن أنا مدلعة الستات في العروض، فاعملوا منشن لاصحابكم وقرايبكم ومعارفكم يستفادوا. بصوا يا جماعه، بصوا 250 جنيه. بصوا يا جماعه 250، 100 100. ماشي، واللي هنا دول كلهم برضو 250 يا جماعه، اي حاجه ب 250. ما شاء الله، حاجات تنفع اهي شباب، الحاجات الفانكي برضو اللي انتوا بتحبوها، كل ده 250. واللي يلحق بقى مقاساته والوانه على طول يلحقها. 100 100. الاوفر سايز كمان معانا برضو 250. العنوان فين؟ لان ده هيبقى مطلب جماهيري، هقوله لكم دلوقتي، بس اتاكدوا ان انتوا عملتوا لايك للفيديو الجميل ده. وتعالوا نشوف عرض البنطلون يا ترى فيمي هيبقى بكام. تشيل الرجال يا ترى عرضها المجنون اللي نزل فجاه في محل فيمي او محل اتش اند ان هيبقى بكام يا استاذ عبده؟ دي هتبقى عامل 300. 300 جنيه اي بنطلون رجالي ب 300 جنيه يا جماعه. اسعارهم كانت كام قبل الخصم؟ دي كانت عامله 550. كان 550 يا جماعه، هيبقى 300 جنيه. الحقوا يا جماعه، الحقوا العروض دي يا جماعه، ده نازله لربع الثمن، الحاجات خطيره. بصوا يا جماعه، 300 جنيه اي بنطلون جينز. وزي ما شفنا عروض التيشيرتات الشميزات، عايزه اوري لهم الشميزات ده برده. بصوا يا جماعه، دي معاكم برده في عرض ال 250 جنيه. تحف، واللي يلحقها بسرعه. ده كمان حبيت اوريه لكم برده 250. اقسم بالله ما هيتكرر العرض ده يا جماعه. شايفين الخامات؟ يعني مثلا ده عايزه اقول لكم البولو ده كان مثلا سعره كام؟ ده كان سعره 425، هيبقى ب 250، وده 650، هيبقى برضو 250 جنيه. اللي يجي يلحق بقى. بصوا هنشوف كمان عرض الشروال، البناطيل الشروال يا جماعه، البنطلون التحفه ده. الشروال ده هيبقى بكام؟ هيبقى برضو 300 جنيه. 300 جنيه مفيش خصم عليه شويه، خليه 250 زي التيشيرتات. يلا 250 يا جماعه، الشروال ب 250، يبقى الجينز بدل 400. الجنس ب 300 وده 250، برضو كل الوانه موجوده، الكحلي الرصاصي، كل الالوان اللي انتوا عايزينها. ماشي يا جماعه، ده معاكم في ال 250. يلا بقى نشوف عروض الاطفال. جئتوا باسعار الرجالي؟ ده المفاجاه الكبيره في اسعار الاطفال. يا خبر ابيض يا جماعه لما تسمعوا الاسعار. بس دعوه حلوه في التعليقات، وصلوا على سيدنا محمد، واوعوا تنسوا تعملوا لايك للفيديو ده، تعرفوا الاطفال التحف الاولادي والبناتي الماركات يا جماعه التحفه دي كلها. يا ترى هيبقى سعرها معانا كام التحف دي؟ خصم 50%، يعني الاسعار برضو هتبقى كام؟ 100 جنيه و150 جنيه اغلى قطعه موجوده. البيجامات معانا، ايوه معانا الاقطان، 1000000%، يعني القطعه ب 100 جنيه واغلى حاجه 150 جنيه. كله يا جماعه، اللي يلحق يا جماعه، البيجامات، السويت شيرتات، كل حاجه، التيشيرتات، الشميزات، كل حاجه معاكم اغلى قطعه 150، وقطعه ب 100 جنيه و150، وفي حاجات هتبقى اقل كمان. بصوا يا جماعه، يعني ده هيبقى معانا ب 150 جنيه اللي هو اغلى حاجه في عرض الاطفال. يلا رزقكم، واللي يلحق يلحق، المقاسات موجوده والكميات كمان. ما شاء الله، محيرات معاكم يا جماعه، كل المقاسات، حاجات خطيره، وبرده عن تجربه، غسيل ولبس، والناس اللي مجربه اكيد عارفه. طبعا دلوقتي اكيد عايزين تعرفوا العنوان فين، هقول لكم دلوقتي، بس نشوف الاول البنات. شوفوا الدريسات التحفه دي يا جماعه، برده هتبقى ب 100 جنيه واغلى حاجه فيها ب 150 جنيه. والله عرض ما هيتكرر تاني بعد ما الحاجات دي تخلص.
ما شاء الله. بص البلوزة التحفة دي الوانها موجودة اللبني، سو كل الوانها وكميات موجودة. القطعة بمية جنيه واغلى حاجة زي ما قلنا بمية وخمسين. تعالي خدي بقى الحاجات دي كلها. بصوا بصوا اللطقم دي كانت يا جماعة 400 و500 معاكوا برضو بمية ومية وخمسين جنيه. البيجامات اللي كانت بربعمية، انا واخدة البيجامات بربعمية وشوية يا جماعة، بقت بمية وخمسين جنيه. دي قطن 100% حلوة قوي، بقت بمية وخمسين. تحف يا جماعة، تحف يا جماعة. دي بجامات، دي بجامات برضو تبقى بمية ولا مية وخمسين؟ مية وخمسين جنيه البجامات الخريفي دي. ما شاء الله كميات حلوة، واللي يجي يلحقها برضو. ومعنا برضو ال ماشي بجامات اطفال اهي، سن محير ماشي. كل ده مية ومية وخمسين يا جماعة. خلاص كل سنة وانتم طيبين. اتش اند ان بيضحوا. عايزة افرحكم ان الشتوي الجديد الحريمي نزل في محل فيمي يا جماعة. نزل الشتوي الجديد بقى، كل سنة وانتم طيبين. الموديلات الجديدة نزلت ما شاء الله. اللي عايز يجي يتفرج عليها ويشتري منها يلا تقدروا تيجوا تاخدوا الحاجات التحف دي. وانتم عارفين لبسهم كله براندات. وكمان عايزة اقول لكم ان العروض اللي على الصيفي لسه مستمرة، يعني انت تقدري تاخدي 3 قطع من الحاجات الحلوة دي بألف جنيه بس يا جماعة. وكوليكشن الدريسات ده هيبقى معاكم عليه خصم 20%، والبناطيل الكتان بمتين جنيه، والعروض اللي كنا عارضينها قبل كده متاحة. المكان لازم زيارة قريبة منكم جدا عشان تشوفوا العروض دي وتستفادوا منها. العنوان بقى فين؟ المحلة الكبرى محب يا جماعة، امام مطعم ام رامي بتاعة الفول والطعمية في محب يا جماعة، شارع محب في المحلة الكبرى امام مطعم ام رامي، محل اتش اند ان او محل فيمي. الشتوي الجديد خطير، انا مش هحرقه بقى لما نبقى نصور له فيديو، بس انتوا لو عايزين تستفادوا من الكوليكشن الجديد تقدروا تيجوا يا جماعة. يلا يا رب تكون الفيديو عجبكم والعروض والخصومات عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد. اوعوا تكونوا نسيتوا اللايك، وان شاء الله تلحقوا بسرعة العروض الحلوة.